بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي عماد من تونس. أنا تعرفت على الأحمدية عن طريق الـ MTA تروا، والحمد لله بفضل الله إني تعرفت على الأحمدية. من يوم تعرفت على الأحمدية تعرفت على الإسلام، إسلام الحق والدين القيم. الإسلام بعيد عن الخرافة وبعيد عن الأساطير، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في حقيقة الأمر نحن نعيش زمنا كثرت فيه الفئات وكثرت فيه الآراء وكثرت فيه كثر فيه كل شيء، إلا أنه مع الأحمدية لقد بينت لنا بأن الإسلام هو الحق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولهذا نحمد الله ونشكره بأن مسلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.